دكتور، بمناسبة بسبب السوشيال ميديا المرض. كنت حياتك بتقولي حاجة في الفاصل، عايز تقول طبعا ايه؟ في يعني المتهم رقم واحد في حالات الانفصال هو السوشيال ميديا والفيسبوك، لانه في واقع الامر حاله الخرس الزواجي اللي بقى عند الازواج، كل واحد ماسك تليفونه وشغال وقاعد في اوضه، ده مسهل ده بيتخانقوا مع بعض على الواتساب. يعني ممكن يبقوا اتنين بيتخانقوا مع بعض، وبدل ما يقفوا يتكلموا مع بعض على الواتساب. كل واحد يخش اوضه ويتخانقوا هما الاثنين على الواتساب. يعني السوشيال ميديا سبب، والسوشيال ميديا سبب مهم جدا لحالات الطلاق وتسهيل الخيانه الالكترونيه والخيانه الحقيقيه الى اخره، وده يمكن يكون من اهم الاسباب دلوقتي. كويس. سبب مهم جدا لازم ناكد عليه هو طريقة تفكيرنا. احنا مفيش حد بيتكلم في الحتة ديت، انما ما نقدرش ننكر انه طريقة تفكيرنا اللي فيها مبالغة في السلبيات سبب مهم جدا للطلاق، انه كل واحد من الطرفين عايز الاخر يبقى مفهوش غلطة، مش عايز وده مش هيحصل، مش عايز يتنازل، مش عايز كمان يتنازل مش عايز عن حاجة، وعايزه ما يبقاش في غلطة، عايزه يبقى صح 100% في كل حاجة، وده حاجة مش واقعية. الحاجة الاخرى فكرة التهويل والتهوين، انه العيوب نركز عليها قوي ونكبرها والمميزات ما نشوفهاش، ده طريقة تفكير عندنا كلنا. هل دعوات السينجل ماذر والسينجل وومن واندبندنت وومن، الكلام الهري ده كله، دعوات السيدات اللي بتدعو للاستقلالية، هل دي بتأثر على السيدات؟ ما نقدرش ننكر ان عندنا برامج دلوقتي متداولة والناس بتتابعها، البرامج ديت بتخرب بيوت يا جماعة، مش كده، ما ينفعش كده، ما ينفعش واحدة تطلع على القنوات وتقعد تأكد على انه المرأة لازم تتعامل بقدر، مش بقى الندية، لا ده عدت مراحل الندية بزمان، ده متجوزة لازم يكون خروف في البيت تعمل معاه، ايه ده في ايه طريقة كلام بمنتهى الاستفزاز، استفزاز لمشاعر الرجل لدرجة ان النساء نفسهم يعني غير موافقين وغير متفقين. ده طلعت على الميديا يعني؟ دي كانت واحدة على الميديا؟ اه طبعا، يعني وبيظهر وعلى قنوات وقنوات معروفة. ما ينفعش واحدة تطلع يسيبوا لها الهوا ساعتين تقعد تسخن في الستات علشان تعمل وتثير مشاكل، ولازم تبقي اندبندنت، ولازم هو يجيلها اتصالات، ولازم 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 اتصالات احيانا، مش معيار للنجاح ان زوجي بيضربني، زوجي ما بيسيبليش مصروف، اصلا انا كنت عيانه يا استاذه. هنتكلم عن حد معين؟ ايوه، حتى لما يعني نتكلم، أيوة حتى طبعا. لما نتكلم عن احدى المذيعات عليها يعني ضجه جامده، ان هي ليه تحرض الفتيات او تحرض السيدات ان هم ما يقبلوش اهانه ويسارعوا بالانفصال او ان هم ما يستمروش في حياتهم الجيده، ولكن هي برضه خلينا نكمل كلامي يا استاذه. اتفضلي اتفضلي. المسألة مش انه احنا بنتكلم عن حالة فردية، بمعنى أيوة. ان الست ديت ممكن يجي لها اتصال فتبقى بترد على الاتصال، انما هناك تعميم في اوفر جنراليزيشن، في تعميم في التعليمات، التعليمات ديت هدفها خلق روح من الندية بينك وبينه، ما تسمحلوش بكذا وكذا وكذا، ده كلام غلط، ده كلام فاشل، مفيش حاجة كده، لا شرع ولا دين ولا ثقافة. هل ده من الام؟ هو مش من الام، هو احيانا بيكون الزمايل لهم تاثير، احنا منكرين دور الزملاء، وده دور مش قليل. دول اصحاب. اه طبعا، خدوا بالكم احنا طول الوقت بنتكلم عن الاهل، بس مش دايما الاهل، البنت ممكن بعد الجواز بتنفصل نفسيا وجسديا عن مامتها، ما بتسالهاش عن حاجه، انما ممكن يكون دور الاصدقاء بيخرب البيوت. وتذكري حضرتك احنا عملنا حلقه عن الصداقه. أيوة. وقد ايه المساله دي، قلت صاحب ساحب. طبعا وقد ايه المساله ديت بتضيع الـ سواء بقى من الرجاله او الستات، احنا بنتكلمش عن راجل او ست، انما بنتكلم على قد ايه صديقه للست ممكن تخرب لها بيتها، او صديق للرجل ممكن يخرب لي بيته. ده طبعا لانه احنا سايبين ودنا للغير، احنا ما بنركزش، وكل واحد فينا لما بيتكلم عن المشكله الموجوده، انا ما بتكلمش عن المميزات الموجوده. فبطبيعه الحال لما اقول لك انا مشكلتي مع زوجتي كذا وكذا وكذا، انما ما كلمتكيش عن قد ايه هي شايلاني في ظروف كذا، قد ايه بتعمل معايا كذا. ده لما يعني راح رجل لسيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين وخبط عليه الباب، والراجل سابه ومشي، ففتح امير المؤمنين قال له ما اتى بك يا رجل؟ قال له يا امير المؤمنين جئت اشتكي لك علو صوت زوجتي فوجدتك تعاني مما اعاني منه، انا لقيت مراتك كمان صوتها عالي. فيبتسم امير المؤمنين وعمر، ومن هو عمر؟ طبعا. يقول له يا رجل انها تطهى طعامي وتبسط منامي وتربي اولادي، ونركز في الجمله دي، ولم يامرها الله بهذا. ولم يأمرها الله بهذا. ولم يأمرها الله بهذا، أفلا أصبر؟ يا جماعة إحنا كرجالة برضو في مفهوم مهم جدا لازم نعرفه، إنه على المستوى الشرعي والديني المفروض الزوجة لو طلبت حق رضاعة ابنها
ابنها حق الرضاعه لازم الزوج يوصلها. وهي دي بقى هنرجع لها، لان فعلا كان في دعوه على الفيسبوك. فين بقى احنا